السلام عليكم، اهلا وسهلا فيك بفيديو خرافي جديد. اليوم معنا طريقه جديده كليا باللعب. عندك جنرال يو اس اي سوبر ويبنز باللون الازرق يلي ما بيعرف الاستسلام ولا باي شكل، وعندك جنرال جي ال اي عادي باللون الاحمر واللي هو فنان جدا، تمام، ملك التكنيكال انا راح اسميه بهاللعبه. ما بدي احرق لك الجيم بلاي، ولكن هالجنرال هذا بالذات علمني طريقه لعب خرافيه. ما بدي احرق عليك الجيم بلاي، الجنرالين محترفين، ولكن جنرال الازرق اليو اس اي سوبر ويبنز فنان بالدفاع، والجنرال جي ال اي عادي باللون الاحمر فنان بطريقه الهجوم، تمام. الجنرالين اضافوا طريقه رائعه جدا للعبه، انا صراحه اول مره بشوفها، وما شفت عنوان مناسب لهالفيديو غير كلمتين خفاف نضاف: تكسير راس. لانه هالانسان هذا اللي هون اللي عم يلعب بالجي ال اي الاحمر انسان فنان بكل ما تعني الكلمه بالهجوم، وهالانسان هون يلي عم يلعب انسان فنان بكل ما تعني الكلمه بالدفاع، فشاهد واستمتع، تمام. مثل ما انا شايفين جيش الجي ال اي مثل ما لك شايف عم يلعب مصاري، والسوبر ويبنز ايضا عم يلعب مصاري، تمام. ولكن خطا الجيش السوبر ويبنز انه ما بلش بتكتيك لا دفاعي ولا تكتيك هجومي، تمام. جيش الجي ال اي بلش بتكتيك هجومي دغري، مثل ما لك شايف التيرورست صاروا جاهزين، والتكنيكال مثل ما ذكرنا سابقا ملك التكنيكال، ركز لي على هاي الكلمه لانه راح تتذكرها منيح، ملك التكنيكال حرفيا. لاحظ اول تكنيكال طلعت 5 تيرورست فاتوا بقلب التكنيكال وعلى ارضه، يا حبيبي على ارضه دغري مثل ما لك شايف. اول تكنيكال بتفوت بدون اي مشاكل، ما بدي يكون عم بحرق لك شيء من الجيم بلاي. لاحظ معي اللي بعدها صارت جاهزه فورا، والاولى صارت بارضه دغري، وكمان ايضا التيرورست عم يجهزوا بنفس الوقت وبيطلعوا، يعني تكنيكال بارضه وتكنيكال عم يطبخ له اياها في حال اذا تدمر التكنيكال اللي هون. مثل ما انا شايفين على الاغلب بتتدمر طالع من التيرورست، يعني شوف الكنترول، لاحظ معي الكنترول بالدبابات بالنسبه للجنرالين، مو بس بالنسبه للجنرال جي ال اي باللون الاحمر، لا، لاحظ معي الكنترولينج بالدبابات بالنسبه للجنرالين. التكنيكال اللي بعدها انبعتت على ارضه، ومثل ما لك شايف اللي بعدها ايضا جاهزه ما بيهدي، مثل ما قلت لك فنان هجوم ونقطة على السطر. والاخ هون يو اس اي سوبر ويبنز ايضا فنان بالدفاع، لاحظ معي هالدبابة شو بتعمل اذا ما خاب ظني. حرفيا يا شباب والله انا هالجيم يمكن صرت اعيده 5 مرات او 6 مرات على قد ما تعلمت منه شغلات جديدة. هون غلط غلطة صغيرة، ولانه ما بعد التكنيكال فتدمرت، ولكن لا بأس. مثل ما لك شايف 3 تكنيكال 4 تكنيكال دغري ورا التكنيكال، يعني طول بالك عليه، اعطيه نفس، خلي ياخذ نفس، ما في مجال للنفس. مثل ما لك شايف 4 تكنيكال عم بيحاول يحشيهم قدر الامكان، يعبيهم، عم بيحاول يفولهم قبل ما يفوت على ارضه. يو اس اي سوبر ويبنز بحاله دفاع كامله، مثل ما لك شايف ارض الجي ال اي فاضي، تمام، اخذ راحته على الاخر. افضل وسيله للدفاع هي الهجوم، هذا هو التكتيك يلي عم يستعمله جيش الجي ال اي الاحمر. مثل ما لك شايف 4 تكنيكال هجموا على ارضه، ولكن يعني الحق يقال الكنترولينج كان بهول ال4 تكنيكال كان سيء جدا. ولكن هلا شوف شو بيعمل بهي، لاحظ معي شو بتعمل هي الدبابه. انا ليش سميته ملك التكنيكال؟ والله لاجل الدبابه هي، تفرج معي، يعني انا بدي اترك الجيم كله بس بدي الحق هي الدبابه. لاحظ معي بروح عند الميديك هومفي، لاحظ فجرة صارت ثلاث رتب بيسحبها، لاحظ بيحاول يشلوا معمل الدبابات، ولكن محاولة فاشلة. شلوا اول هومفي، شلوا تاني هومفي، ولكن بتتصلح اكيد لانه 3 رتب. للي ما بيعرف هالشي بيتحصلوا على 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 الباركس، ليش؟ لانه يلي عم هدله دباباته هو الباركس، بالاضافة انه تفضل ما عم بيخليه يتنفس ابدا، نفس ما في. ولكن انا زعلت على هالدبابة هون، تفضل شوف كيف حصر له اياها بالهومفي ودمره، تمام. ولكن في ويف تانية، في وجبة تانية جاهزة هون يا حبيبي، ما تفكر حالك خلصت من التكنيكلز، ما تفكر حالك زمطت من التكنيكلز ابدا، الويف التانية يا حبيبي جاهزة، تمام. خلونا نشوف شو في بعد بارض الجي ال اي، ويف تانية تكنيكل، ملك التكنيكل
بعيد وبكرر ملك التكنيكال. يعني انا بحياتي ما شفت شخص بيخنق التاني بهالطريقة، وبنفس الوقت بحياتي ما شفت شخص بيدافع عن حاله بهالطريقة. لاحظ ما عنده شيء اللي الله خلقه، ما عنده شيء اللي الله خلقه، عنده بس عم يبني استراتيجي سنتر. جيش التكنيكال يا حبيبي، جيش التكنيكال، لاحظ كم دبابة التكنيكال، يعني زف التكنيكال عمله ما شاء الله، عراضة عرس تكنيكال. يعني ما بعرف، ما يعني ما في غير دبابة التكنيكال، والله مالك جي ال اي ستيلث لحتى بس تطحش بدبابات التكنيكال. على كل حال مفروض كان هون يطلع يطلع المدفع البربادمنت، عفوا المدفع اللي بيقصف، ولكن ما بعرف ليش تركوا على سيرتش اند ديستروي. ايضا عجقة التكنيكال هون يعني عمل له سوق خضرة بارضه من دبابات التكنيكال. انا مستغرب من جيش اليو اس اي، ليش يعني ليش ما عم تبني شيء، ليش ما بعرف، ولكن انه انا بتفهم انه خين وخنق، خين وخنق صديقي، ما في مجال يعني، ما في مجال يعني. لاحظ معي انمسحت الارض من بدايه اللعبه، ولكن على مين، على مين يا حبيبي، على مين؟ قلت لك سابقا السوبر ويبنز ما بيعرف الاستسلام، ما بيعرف الاستسلام. يعني استعمل هالاسلوب هذا على حدا غيره، هذا الجنرال ما بيعرف الاستسلام، بتطالعه من قرنة بيروح لقرنة تاني. لاحظ عم بيبني القاعدة رواء، يعني ما عم بيطالع الهيرو من هون رواء، ما عنده أي مشكلة الزلمة، بتطالعه من أرضه بيبني بأرض تاني. لاحظ معي الجيش تكنيكال بيشلوا الاستراتيجي سنتر، ويف تكنيكال صغيرة هول، يمكن تأخروا مع الوجبة الأولانية، ما بعرف ليش عم يخنقوا بهالطريقة، عم بيحاول ينهي الجيم، يمكن ما قالوا خلق يلعب والله أعلم. ولكن على مين يا حبيبي، على مين يا حبيبي، على مين؟ انت عم تلعب مع جنرال ما بيعرف الاستسلام ونقطة على السطر. لاحظ معي، لاحظ معي شو بده يصير. الهيرو وصل لهون، تمام، الهيرو الامريكاني وصل لهون على ارض الجي ال اي. ارض الجي ال اي فاضي، انتبه، ما عنده غير وور فاكتوري واحد عم بيطالع منه الدبابات، تمام، وجاري مسح ارضه لهاد بنفس الوقت، جاري مسح الارض هون. هون غلطك، ليش ما عم طالع فلاش بانك؟ ولكن ما بدي اتطرق للمعارك الصغيره، خلونا نركز بالمعارك الكبيره. لاحظ الهيرو هون وين صار، لاحظ الهيرو هون وين صار. طبعا جيش جيلي ما بحاجه ياخذ الاويل لانه اخذ راحته بالسبلايز هون، ما في اي مشكله بالاويل. لاحظ معي شو بيعمل فيه بجندي واحد، لما قال لك جنرال ما بيعرف الاستسلام، يعني جنرال ما بيعرف الاستسلام. هون شغال الطحن وهون شغال الطحن، راح الوور فاكتوري، روح له الوور فاكتوري بجندي واحد بس، وهي حركة ذكيه. لاحظ معي هون، هاي نقطة معلش عذرني اني ما كنت حاطط الكاميرا، كنت عم صور لك غير شيء. لاحظ يعني شوف هالشخص قديه باله طويل وقديش له خلق، سحب دوزر حطه هون، قال لك انا ما بدي اخسر، قال لك انا ما بدي اخسر، بتطالعني من ارض، تمام، خليك عم تضرب القاعدة ولكن انا عم برجع ببني هون، بطلعني من ارض برجع لارض تانية، وبنفس الوقت انا عم بمسك وبشلك عبشلك الارض الاساسية يلي عندك. اختفت جندي هون، ما بقى يشوفوا التكنيكال. وهون الاخ ما معه شيء، ما معه شيء يكشف الهيرو الامريكاني، عم يبني له مضادات هون، تمام. لاحظ معي هون ايضا شال الجرافة ورجع لهون، هون عنده باور، تمام، هون كشف حاله، يعني ما كان لازم يبعت الشينوك لهون، ولكن يمكن لحالهم رجعوا لانه طالع السبلاي، تمام. وبالجهه المقابله عنا الهيرو الامريكاني، تمام، مصر انه يوقف له الوور فاكتوري. يا صديقي لو بلشت هالحركه من الاول كانت فرقت معك كثير، بس انت تاخرت فيها شوي لهي الحركه، قطعته من السبلايز، حركه رائعه جدا، ولكن تاخرت. جيش الجيل اي مثل ما لك شايف، صحيح ما معه مصاري، ولكن خلص طالع فيه جيش، مثل ما لك شايف عنده جيش هون، عنده قوازف الار جي بي الار بي جي عفوا، مثل ما لك شايف رجع بنى ارض ولا كانه في شيء، ولا كانه انمسحت ارضه. الزلمه ما بده يستسلم، تمام. جيش التكنيكال هون عم بيحاول يكشف الهيرو الامريكاني يلي شايف طرقوا سكينه للعامل، عم يحاول يكشف الهيرو الامريكاني، ولكن ما في شيء بيكشف له اياه. يعني عزيمه رائعه والله، انا هالشخص هذا تعلمت منه كثير، تعلمت اني ما انسحب من الجيم وضلني عم قاوم. الجي ال اي بيعمل اسقاط هون لحتى يسيطر على السبلاي،
عنده تنتين هم في هون شايف بلش يرجع يوقف على على اجري، ولكن هون غلطت غلطه كبيره يا صاحبي انك بعدت فيه للهيرو. هلا بجوز يطلع رادار فان بجوز ما بعرف ويكشف لك الهيرو. طلع ثلاثه هم في هون شلوا الريبيلز اللي هون الجنود تمام، مثل ما شايف عنده القوازف هون وعنده الهمفيات هون شايف، رجع لارضه ولا كانه في شيء. هذا زلمه ما بده يستسلم، ما بده يتكيك، عم بيحاول يقتل العمال. ما بعرف ليش عم يرقد ورا العمال، لازم ترقد ورا شيء اساسي اكثر. جيش التكنيكال وصل لهون وبيطحش على هاي الارض يلي ما كان معه خبره. على فكره انا باعاطي للجيم جيش الجي ال اي ما كان معه خبر انه هذا رجع يبني ارض هون، ولهيك قدر يرجع يبنيها جيش السوبر ويبنز. انا عدت هالجيم اكثر من 3-4 مرات واكثر كمان، لحتى اني عقد ما الجيم تعلمت منه شغلات كثيره بصراحه، وفيه نقاط واستراتيجيات وتكتيك رائع جدا. فعدته كذا مره كرمال علق عليه بافضل صوره ممكنه بصراحه. الهيرو الامريكاني هون والجيش جي ال اي هون جاري المسح، ولكن على مين يا بابا؟ على مين مره اخرى؟ على مين يعني؟ والله العظيم ترفع له القبعه. لاحظ عم يرجع يبني، والله العظيم انا لو كنت مكانه دغري اسكيب وطلعت من اللعبه. ولكن هالانسان هذا ما بيعرف الاستسلام، بعيده للمره المليون، لانه بيستاهل عدله يا مليون مره. راح بالشنوك والدوزر لوين؟ لوين راح فيهم؟ لهون يا صاحبي، راح فيهم على السبلاي يا صاحبي. بدك تطلعني من ارضي ما في مشكله، بهرب لغير مطرح. بنى هون باور ليش؟ كرمال ما يكيك من اللعبه. هذا انسان انا حرفيا تعلمت منه امور كثيره، والله العظيم هذا لعب خرافي، هذا لعب خرافي ونقطع السطر. طلع بنى هون باور ليش؟ كرمال ما يكيك، كرمال ما يطلع كيك تمام، كرمال ما تموت الشنك، ورجع بنى هون بكل بساطه. دوخه للجيش الجي ال اي، برم علي وشوف ويني ولاقيني. ما بقى عنده شيء، لاحظ بقى عنده بس القاعده. يعني والله طريقه اللعب رائعه جدا. عم بيحاول يدمر له الاويل لانه احتار بامره. شوفي عندك فهمني بس ليش بعدك انت مالك مكيك من اللعبة؟ هذا هو الحديث اللي عم يدور بذهنه لجيش الجي ال اي. ما عنده شيء، بحركة واحدة خسروا كل شيء، بجندي واحد خسروا كل شيء. يعني انا كنت بقترح عليك انك تلففوا باي طريقة تمام، ولكن سكر له كل شيء هون مثل ما لك شايف. عم بيحاول يشوف شيء هون ولكن حرفيا ما بي عنده شيء. يدمر له القاعدة والباركس واموره خالصة، وبنفس الوقت السوبر ويبنز تدمر له هول الثلاث مباني واموره خالصه. ولكن حتى هيدا الباور يلي هون تدمر، والشنوك اللي هون بعدهم اسحبهم يا صاحبي، اسحبهم، تخلى عنهم لانه عنده اثنين هون. يعني مثل ما لك شايف الجيم واقف على الوقت لا اكثر ولا اقل. جيش جي ال اي هون يعني بلش يعصب بلش يعصب، يعني بروح وبكيك لك من هون، طالعك من هاي الارض بتطلع لي من هون، طالعك من هون بتطلع لي من هون. كيف بدي خسرك؟ بس فهمني كيف بدي خسرك. خلونا نتابع. ما بقي ولا همفي. ملك التكنيكال عم بيحاول يشيل اخر معامل ملك الدفاع واسطورة الدفاع يو اس اي سوبر ويبنز. طبعا شلوا للاسف، ما قدرت غطي هاي النقطه، شلوا الشنكل اللي هون مع الدوزر يلي هون للاسف الشديد. هاي كانت اخر محاوله منه لحتى يضلوا على قيد الحياه. شلوا الشنك يلي هون فما بقى بيقدر يبني، ولكن ترفع له القبعه باختصار شديد. وحتى الهيرو الامريكاني شلوا اياه لانه مات كمان. ما قدرت اصور هاي اللقطه. فبالنسبة للسوبر ويبنز يعني تقريبا جي جي. خلونا نشوف شو بده يصير. باع السبلاي، قرب الجنود لهون، اخر معمل has been defeated. ولكن صدقني هي طريقة دفاع انا اول مرة بشوفها في حياتي. صحيح انه ربح جيش الجي ال اي، ولكن كان استنزاف رائع جدا من جيش اليو اس اي.